الآن الفريق الدستوري، سيدة نائبة المحترمة سيدة أم بنين لحلو. بحال نص فئة، بحال إلا كانت فئة المجتمع هذا ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون، لكامل الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري في إطار مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتثميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، والذي يندرج في إطار الحراك السياسي الذي شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة. فدستور 2011 وسع فضاء الحريات والحقوق وعززها بواسطة إحداث مجموعة من المؤسسات والآليات، وألزمها بالعمل على حمايتها وتطويرها، غير أن تنزيل الدستور الجديد يقتضي أيضا المواكبة من طرف المنظومة القانونية وعلى رأسها القانون الجنائي. ولذلك يكتسي المقترح الذي نحن بصدده أهمية بالغة، لكونه جاء في سياق تفاعلي إثر النقاش العميق الذي شهدته الفضاءات الحقوقية والفعاليات الاجتماعية لمعالجة قضايا اجتماعية ذات حساسية بالغة في المجتمع. ومن ثم فقد ذهب المقترح في اتجاه حذف الفقرة الثانية من المادة 475 في إطار هذا التفاعل الإيجابي، بعد أن حدثت وقائع أدت إلى اتهام هذا الفصل في انتظار إعادة النظر بشكل شامل لمجموعة القانون الجنائي في أفق إصلاح منظومة العدالة. إننا في فريق الاتحاد الدستوري نقف صراحة إلى جانب التشدد في حالات الاغتصاب، خاصة إذا تعلق الأمر باغتصاب القاصرات بوصفها جرائم تتصل بالخطورة والبشاعة وتترتب عنها نتائج وخيمة وذات آثار عميقة على الضحية، علما أننا نعتبر هذا الاجتهاد التشريعي ورشا مفتوحا يتطلب القيام باجتهادات متواصلة ومتكاملة لارتقاء بمنظومتنا القانونية كي تكون ذات إشارة قوية ورادعة للمجرمين وضامنة لحماية متواصلة للضحايا. ومعلوم أنه منذ فتح ورش إصلاح قانون الجنائي والحركة النسائية تطالب بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، سواء على مستوى التوجهات الفلسفية التي تحكمه أو على مستوى بنياته ومقتضياته، برغم من حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 الذي كان يشكل منفذا للإفلات من العقاب، فهو لا يزال يحتفظ في ثناياه بمقتضيات ماسة بكرامة المرأة، مثل اعتبار الاغتصاب مسا بالآداب العامة، في حين أنه مس بالسلامة الجسدية والنفسية للضحية. ولذلك فإننا في انتظار هذه المراجعة الشاملة نعلن تأييدنا لهذا المقترح وسنصوت بالإيجاب لفائدته. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيدة النائبة المحترمة.